فإذا لابد أن تجعل جزءا من وقتك من 24 ساعة لتعلم ما أمر الله به دائما. ثم بعد هذا المرحلة الثانية وعمل الصالحات العمل، كل ما تعلمته فهو سلاح ذو حدين، إما أن تعمل به وإما أن يكون حجة عليك. فبادر للعمل بما جاءك من عند الله تعالى ولا تؤخره أبدا ولا طرفة عين، وتذكر أن هذه اللحظة التي أنت فيها يمكن أن تكون خاتمتك، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وقد لا تتاح لك فرصة أخرى. ولذلك عود نفسك على أن تعيش في انتظار الموت دائما، لا بد أن تجعل الموت نصب عينك في كل الأوقات. لا تفكر في اليوم أنك ستموت غدا أو بعد غد، فكر أن اليوم هو آخر أيامك في الدنيا. إذا اضطجعت على فراشك فلا تفكر أنك ستقوم عنه أبدا. إذا دخلت مصلاك أو دخلت الصلاة ففكر أنها آخر صلاة ستصليها لله، وهذه آخر سجدة ستسجدها، فحاول أن تحسنها وتجملها وتجعلها خاتمة حسنة. إذا حضرت للدرس فتوقع أنه آخر درس تحضره من الدنيا، فاجتهد في الإخلاص فيه لله والإقبال عليه. وهكذا في كل عمل تعمله حاول أن يكون خاتمة حسنة دائما، واجتهد في أن تجعل الموت نصب عينك دائما، واحرص على استغلال هذه الأنفاس والأوقات. كان الحسن البصري رحمه الله يخلو في غرفة خاصة من منزله فيحفر قبرا فيضطجع فيه، فإذا اضطجع قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقوم وينفض الغبار عن نفسه ويحمد الله ويتذكر أنه أعيد إلى الدنيا مرة آخرة امتحانا وابتلاء، ويبادل الطاعات قبل أن يحصل هذا بالواقع. ولذلك يقول الحكيم يمثل ذو اللب في لبه مصائبه قبل أن تنزل، فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا، وذو الجهل ياماً وأيامه وينسى مصارع من قد خلا، فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا. ولا فائدة في ذلك، فلهذا لا بد أن تتذكر حرص الأموات على الرجوع إلى الحياة الدنيا ولو للحظة واحدة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ومن هنا كانت دروس النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته لأصحابه وتعليمه لهم دائما تجعل الموت نصب العين، وتجعل الفرصة كأنها آخر شيء. عندما يأتيه الأعراب يسألونه متى الساعة، فيقول لا يموت هذا حتى تقوم الساعة، ينظر إلى أصغرهم. والمقصود كما بينه هو أنه إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته. فلذلك لما رأى الرجل يصلح بيته ويبني قبته قال ما أرى الأمر إلا أقرب من ذلك، يريد تزهيده في الدنيا. ولذلك يكونون عنده فتصفو قلوبهم وتدمع أعينهم وترف القلوب إلى لقاء الله وتنسجم ويزول عنها عبية الجاهلية وتفاخرها بالآباء وما فيها من العيوب والأمراض. فإذا خرجوا وجدوا أنفسهم في المجتمع والبيئة فيشكون ذلك، كما في صحيح مسلم شكوا إليه ذلك فقال لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. والمشكلة في حياتنا أننا فقدنا هذه الساعة، فصرنا ساعة وساعة في الجهة الأخرى فقط، الساعة والساعة والساعة الأخرى كلها في جهة واحدة. ما عدنا نجد الساعة المحاسبة التي تحاسب فيها نفسك على نعم الله عليك، وهي نعم وافرة جدا لا تستطيع إحصاءها. ماذا عملت في مقابلها؟ لا نجد ساعة للمحاسبة على البيعة التي بيننا وبين الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، تبينك وبين الله بيعة. هل إذا تحملت دينا من إنسان
تستطيع أن تمضي عليك 10 سنوات 20 سنة ولم تفكر في سداد هذا الدين أبدا؟ لا يمكن أن يقع هذا من صاحب دين وأمانة. أنت الآن تحملت دينا ووقعت عليه لربك جل جلاله الغني الحميد، فلا بد أن تفكر في سداد هذا الدين والقيام به، ولا يمكن أن تمضي عليك سنة سنتان 3 سنوات لم تفكر في سداد دين ربك والقيام بحقه. هذا لؤم مع الله جل جلاله وعيب. فلا بد أن تكون لنا هذه الساعات التي نفكر فيها في علاقتنا بربنا وما فرطناه في جنب الله بتقصيرنا العظيم في جنب الله. كان كثير من سلفنا الصالح حتى في صلاتهم يصلي ويحسن صلاته ويخشع خشوعا شديدا، لكن إذا انتهى منها استحيا كما تستحي البغي حين فراغها من زناها، أنه يرى أنه يرسل إلى الله هذا العمل الخسيس الذميم المليء بالأخطاء والمشكلات. بعض الهداة يستحي إن يفرغ منها حياة حين فراغها البغي. هذا زكريا بن أبي زائدة الذي كانت أمه تتلمس موضع سجوده وتعرفه بالبلل، هو من أئمة التابعين، كان إذا فرغ من صلاته انقبض واستحيا حياء شديدا حتى يكون كالعصفور المرتعش حياء من الله. وقد قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم وجلة بعد أداء الفرائض وإتقانها، لأنهم يخافون أن لا يتقبل الله منهم. فهذه الصلاة إذا لم يتقبلها الله طويت كما يطوى الثوب الهدمل أي الخلق البالي، فيلطم بها وجه صاحبها وترد عليه ولا ينفعه ما سواها من الأعمال. فلذلك لا بد أن نراجع علاقاتنا به جل شأنه وأن نذكر تقصيرنا في جنبه، كما قال تعالى: وأنيبوا، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ومعنى الكرة الرجوع، أي رجوع مرة أخرى إلى الدنيا. لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة